المسألة المتعلقة بالموضوع اللي هو الشباب والأسرة والشباب والتحديات الأسرية القابلة، هو تينبني على جوج ديال النقط اللي كل وحدة فيهم هي الدعامة الأساسية، وحدة من الدعامات الأساسية ديال أي مجتمع. الدعامة الأولى هي دعامة الشباب، هذه رقم واحد. طبعا احنا ماشي الغرض عندنا اننا نجلسوا نطرزوا شي شويه ديال الالفاظ الانشائيه، والشباب هو دعامه الامه وبه تقوم الامم، واذا صلح الشباب ما الالفاظ الانشائيه الحمد لله راكم عارفينها وحافظينها محتاجين نهضروا فيها. لكن على مستوى الواقع وعلى مستوى الحقيقه راه هذا ماشي الفاظ انشائيه، هذا حقيقه اجتماعيه وحقيقه اقتصاديه وحقيقه سياسيه، وهو انه الشباب هما راس المال، بغات الامه ولا كرهات الشباب هما راس المال. مثال علاش لقينا بون، انتم الجينيراسيون كوم اللي ما دركتوش البديه ديال هادشي ملي بدا هاد العجب هذا اللي غنهضر عليه، انتم كنتو باقين كاين فيكم اللي الله غيتولد وكان فيكم اللي باقي صغير بزاف ملي بدات قضيه الهجره الى كندا، تشجيع الهجره الى كندا. كندا من الدول اللي استفدت بالنسبه لها هي، نعتبروا انها استفدت هذا موداليزاتور بوزيتيف، ولكن بالنسبه لهم هما، فبالنسبه لهم هما كيتعتبروا من الدول اللي استفدت من الهجره ديال دول، نبقاو زوينين ولا نخرجوا لافاس، نبقاو زوين لا نبقاو زوين، من دول العالم الثالث، الهجره ديال دول العالم الثالث حيت فاس هي الدول المتخلفه، فخلنا في دول العالم الثالث، دول في طور التنميه، المهم سميهم كيما بغيتي، المهم هي داخل انا وياكم فاهمين الدول المتخلفه. استفدت من الهجره ديال دول العالم الثالث من بعد الحرب العالميه الثانيه لاوروبا. فكنشوفوا مثلا كيفاش ان كان عندنا واحد الجيل مشى من المغرب ومشى من الجزائر ومشى من شويه من تونس، مشى من السنغال، مشى من النيجر واحد العدد مؤخرا، لكن هادو هما الدول اللي مشاو منهم عدد ديال الناس كبير باش مشى هو بالنسبه لي مشى يخدم في بلاد بحال فرنسا. لأن بعد الحرب العالمية الثانية لا يخفى على الشريف علمكم أن أوروبا تخربت عمرانا، لأن عدد ديال المدن ولاو غبرة طاحوا الأرض كاع، وشي راه قريتو على الأقل جوج مرات في الباركور سكولير ديالكم ما بين الكوليج والليسي، الحرب العالمية الأولى مقتل ولي عهد، الحرب العالمية الثانية نتائج الأسباب، وعقلتوا يلا المخير فيكم عقل على المخير، ماشي مخير زعما واعر يعني، اللي بقى شاده في دماغه عقل على أن هذه 14 18 وهذه 39 45، وكاين فيكم شوية اللي عقل على الرقم ديال 55 مليون واحد اللي ماتت في الحرب العالمية الثانية، وديال 10 المليون ديال الناس اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى. وأنا اللي كيهمني أنهم هاد الأرقام هادو، الشيء الآخر كله دايز بشريبات الماء، حيت كلشي سباوه في هتلر وفي موسوليني، وحتى واحد ما كيهضر على الشركات متعددة الجنسية والعابرة للقارات والشركات المنتجة للسلاح أنها هي اللي روجت هاد القضية هذه من ديبا. المهم هذا موضوع آخر. اللي بغيت نقول لكم هو أنه أوروبا عمرانا كانت تقريبا رابت، وبشريا رابت. ملي كنقولوا راه ماتت 60 مليون شخص في الحرب، شحال غيكون مات منها خارج اوروبا؟ عدد قليل، عدد قليل اللي مات خارج اوروبا من هاد 60 مليون، بمعنى ان عندنا واحد تنهضروا نديروا واحد 15 مليون كلها ماتت خارج اوروبا، مات شي بركه في المغرب، على شي بركه في شمال افريقيا كلها، على شي حاجه في جنوب الصحراء، على شي بركه في اليابان، على شي ضريبه في، اما امريكان ما وصلهاش الصهد، يعني كقصد الولايات المتحدة الأمريكية ما وصلها الصاد، أمريكا اللاتينية ما وصلها الصاد، إذا فين مات الأغلبية؟ أغلبية ماتت في أوروبا. إذا كان عندنا واحد نقص مهول في اليد العاملة، لأن الغريب هو أنه دول مثلا في حال المغرب اللي كانت تحت العفطة ديال الاستعمار ديال فرنسا، أن عباد الله خارجة من المغرب وغادي تمشي تخدم في فرنسا وجلست تخدم هنا، فهمنا؟ فهذا الموضوع هذا هو اللي أثار الفضول ديال مجموعه من الباحثين، فبداو تيشرحوا علاش عباد الله مشات. مجموعه من الاعتبارات مشات، بدات عندنا الناس مشاو في الاول بين قوسين، الاولين اللي مشاو وغالبا كل واحد فيكم هنا عنده شي واحد تيعرفو خدام مهاجر في اوروبا، فرنسا، بلجيكا، ناس دريف كيمشيو بزاف لهولندا، ناس دسوس كيمشيو بزاف فرنسا، جيت غرونوبل وكذا، الناس ديال دوكالا لا ريجيون ديال لا ريجون باريزيان 92 93 الى اخره، انا كيمشي الاول كيلقى خديمة كيصيفط للثاني، بني عمو كيجلس حداه، والثالث، فعلى حسب الا كنتي شلح مشيتي هنا راه بني عمك يلحقوا لك في هذيك النقطه تولي مستوطنه. بلجيكا مشاو لها الناس، مشاو لها شلوح، الناس ديال شويه ديال سوس،
وكاين عندهم شي قريصه ديال ديال الريف، ماشي بزاف، اغلبيه ديال الناس الريف الوافه مشاو في الاول مشاو لهولندا. فهذاك الجيل مشى هو عند باله راه دائما في الفكره ديالو انه راه غادي يرجع للبلاد، داكشي علاش كتلقى الاغلبيه ديالهم عنده دار هنا. تقدر تلقاه ليه ساكن في ابارتمون، غادي تلقاه ساكن مثلا في اف 2، تقدر تلقاه ساكن في اف 2 50 متر كاري، ولكن هنا تلقاه داير مثلا في البلاد تلقاه داير الدار فيها جوج ديال لي زيطاج والكراجات وكذا. دائما الفكره ديال انه واحد النهار غادي يرجع، وتشد هو اصلا في داك الفخ ديال انه خصو يخدم ويدير والحياه شويه النظام على كذا على كذا، على القريصه ديال العداله الاجتماعيه وشبه العداله الاجتماعيه اكثر من هنا على الاقل، فضل من هنا. فبقاو تما وجلسوا استوطنوا وبداو تيصيفطوا، فكتلقى عنده العقار هنا لكن هو جلس تما، فشداته الهجره تما. الاشكال في من الاشكال في الشريحه ديال الشباب ديال ولادهم، لان ملي قبلتهم هذوك الدول انهم يجيو عندها ما قبلتهمش على قبل سواد عيونهم، قبلتهم على جوج د الحوايج. المساله الاولى هو انك غادي تجي تخدم ليا هنا، تبني ليا داكشي اللي انا خسرته في لا دوزيام غير مونديال الحرب العالميه الثانيه. المساله الثانيه وهي الاهم، انا بغيتك تحط ليا فريخات ديالك هنا، انا البيض ديالك الخلافه ديالك وليداتك بغيتهم يتحطوا عندي هنا. ملي غنكبرهم غنكبرهم ديولي. داكشي اش كنلقاو واحد الفارق مهول على المستوى الثقافي على المستوى الخلفيه الايديولوجيه ما بين شريحه الاباء اللي مشات من بعد الحرب العالميه الثانيه، الجيل ديال الستينيات اللي مشى في الستينيات وفي السبعينيات ديال القرن الماضي، وما بين ولادهم اللي تزولدوا اللي تزادوا في السبعينيات. ثم كاين عندنا الجيل الثالث اللي جا من وراء ولادهم، يعني هذوك اللي مزيودين نقولوا مثلا في الاخر ديال التسعينيات بديه الالفينيات، تقريبا الجيل ديالكم نتوما. راه اللي عنده علاقه بعائلته مثلا اللي في الخارج وكيشوف الشباب اللي من الجيل ديالو غيبان ليه باللي هما كوكب وانتم كوكب، ماشي هما فكر وانتم كنقول لك هما كوكب وانتم كوكب، يعني حتى من لي كونيكسيون باش تقدر تكونيكتا معاه وتهضر انت وياه ما كتلقاش المواضيع اللي غديماري انت وياه بها، شي مسائل انت ما كتخيلهاش غدا توقع لك من هنا مازال واحد 10 سنين، هو دارها ملي كانت عنده 13 عام. وكاين هذاك غنقول لك هذاك ديشيرور، هذاك التمزق اللي عايشينه ما بين اش كانوا تيعيشوا، ما بين يعني الاصل ديالهم اللي كيحنوا ليه وما بين الواقع اللي هما تيعيشوا فيه. وهذا الاشكال اللي عقلته راه كنطرطق مع مع المونديال، ملي المنتخب زاد لقدام وكذا الى اخره، وبداو تيبانوا ولاد المغاربه اللي ساكنين فرنسا، وبانوا شي وحدين راكم شفتوهم لابسين التوني مقسوم على جوج، كاين التوني النص ديالو ديال المغرب والنص ديالو ديال النص ديالو ديال فرنسا. اش حنا كيفاش شفنا، حنا كيفاش شفنا المساله. اوكي يعطيها فيك ايوب الله يفتح عليك. حنا كيفاش شفنا المساله، الله يجزيك بخير، عطيني شي واحد اخر تيطلب عطاوه لي ويعطيني عاوتاني هنا نلقاو مدورين. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. فاحنا كيما شفنا المساله، ردات الفعل الاولى ديالنا حنا اشنو سميناهم؟ وي شكون اللي قالها؟ الخونه. لا خصك تعرف راسك شكون، كنتي فرنساوي فرنساوي، كنتي مغربي مغربي. اي هذا انا وياك اللي كنشربوا الماء ديال ليداك اللي كنشموا المازوط ديال 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 ديال, ديال 53 غادي شاد طريق هذا انا وياك اللي كان كتمطرق فينا القناة الأولى والقناة الثانية بالغباء ديالهم، هذا أنا وياك اللي كنمشيو كنتسناو يا ربي متى تسالي لا لين تي 3 والتي 4 ديال الترامواي، هذا أنا وياك اللي كنشدو الطريق الكار باش نهبطوا مثلا للبلاد إلى آخره، وي هذا أنا وياك. لكن هذاك السيد ما كندويش على واحد الشخص بعينه بين قوسين، راه دازوا الخوانة في هذوك العباد، لكن راه ماشي كلشي وكلك، لأن كاين واحد السيد هو تولد تما، أنت فين تولدتي وفين كبرتي هذاك هو اللي كتحس به كتنتمي ليه. وهذاك الطرف اللي كبرتي فيه يكون في الشمال ولا في الجنوب راه في المغرب، دونك كتحس براسك انت عادي انك كتنتمي للمغرب. هو راه تولد في فرنسا اولا في بلجيكا اولا في بلاد اخرى، كلا منها شرب منها قرا فيها، لها عليه فضل بعد الله عز وجل بغيتي ولا كرهتي. لكن في نفس الوقت باه ومو راه دائما كيكلموا على المغرب وز المغرب وجيب المغرب وتيجي هنا المغرب. راه الشباب في الصيف راه خاصكم تشوفوهم، من بعد كنعقل احنا ملي شويه ورا الدراسه الجامعيه باش كانت في ديال التشوميره في التسعينات كنا نهبطوا نخدموا في مدينه قديمه ونبيعوا السيكان نبيعوا البزاطم وكذا، خاصكم تشوفوا في الصيف ولاد المغاربه اللي مولودين خارج المغرب اش تيديروا على
اللبسه الرياضيه ديال الفريق الوطني واش تيديروا على الرايه المغرب. راه ما يمكنش داكشي، راه واحد 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 الحب غريب جدا. حنا اللي مولودين هنا، حنا نستغرب الدرجه ديال داك الحب. فهو داك السيد مقطوع على جوج، فكيحس براسو شويه هنا على شويه هنا. فصراحه يعني من غير شي وحدين اللي مريقيه بزاف اكثر من القياس، محتاج نذكروا اسماء حيت دابا رمضان قرب، فين ما كنذكر شي سميه كيدوزوا باعي عباد الله رمضان، فما كاين لهش خلينا ما كاين لهش، ما بغينا ندوزوا رمضان مع ريوسنا. فكاين صحاب فهمتيني، الركوب على الامواج وداك الشيء عطى الله لي سيرفور موجودين، لكن عدد كبير ديال عباد الله راه ما داك، راه مثلا ابانت بزاف في الماتش ديال المغرب وفرنسا، وبدينا كنقول لهم يلاه شكون غتشجعوا هادي ولا هادي، بينوا لينا واش نتوما مغاربه. اي راه هو في نفس الوقت راه غيفرح وغيبقى فيه الحال، في نفس الوقت كيف ما بغى يكون النتيجه ديال داك الماتش، شي يكون ربح المغرب كان غيفرح المغرب، لكن كيبقى فيه الحال لفرنسا، راه تولد تما راه ما عندك كيدير ليه. وهنا بدات هذه الاشكاليه، بدات الاشكاليه ديال الصداع الغوات. فرنسا مثلا ما قدرتش تتحمل هذاك المد ديال الاسلام اللي ولا عندها، خلا واحد قال لك الا حيدتي من القنوات الفرنسيه الجروب فرانس تيليفزيون، الا حيدتي منه الكلام على الاسلام غادي يبقى عندهم النشره الجويه واخبار الفنون ولا شي حاجه. نهار وما طال هز الاسلام، حط الاسلام، الحجاب اسلام، حجاب اسلاميزم، جهاديزم اسلام، حجاب، لدرجه انه هما ولاو مخلوعين. كندا حاجه اخرى، الفكره ديال كندا هو انه قال لك اودي حنا ما بغيناش نطيحوا في ذاك الفخ اللي طاحت فيه اوروبا في هذه النوعيه ديال الهجره، لان خلقت لنا اشكال كريز ايدونتيتير كذا كذا كذا. فقال لك اودي حنا غادي الناس اللي غنجيبهم خصنا ندوزهم في الصفايا. لاحظتي انه ملي كتبغي توجد الملف مثلا ديالك ديال الهجره لكندا، لا يكفي انك تكون دبرتي مثلا على انسكريبسيون في يونيفرسيتي كنديان، خاص يكون عندك واحد القدر معين ديال المال، كيطلبوا منك واحد الباركور مثلا دراسي على الاقل، كدوي على اللي غادي للهجره ماشي اللي غادي يقرا، خاص كيقول لك على الاقل يكون عندك البكالوريا او ما يعادل سنوات الدراسه حتى البكالوريا تجربه عمل، اما عندك 12 عام ديال ليكسبيريونس في الخدمه الا ما عندكش الباك، ما عندك حتى شي ديبلوم مثلا سكولير، كيقول لك اودي على الاقل تكون عندك 12 عام ديال التجربه في العمل 12 اكسبيريونس بروفيسيونيل، او لا يكون عندك على الاقل البكالوريا. ثم كيقول لك ها نوعيه التخصصات اللي حنا محتاجين مثلا في الميديسين، محتاجين في كذا، محتاجين في كذا. ما عندكش هاد التخصصات كيقول لك الحظوظ ديالك ديال انك تاخذ الاوراق ديال الهجره لكندا كتبقى حظوظ ضيقه وقليله جدا جدا جدا. اذا كندا اش دارت؟ قالت لك بدات كتفلتري وكتقاد وكتصاوب. هذا من هذه تقريبا واحد 20 25 سنه ملي بدا كيبان البريميس ديال الهجره للديار الكنديه. زادت شي شويه لان انت كتقول للناس علاش دايرين معنا هكا، هما اللي كتمشي كيقادوا لك البلاصه وفين تمشي وفين تجي وفين تدخل وفين تطلع وفين تهبط، زعما حنا كاع زوينين باش داروا معنا، حنا كاع باقصيه زعما واعرين باش كيديروا معنا. كيقول لك اودي الغرض، كيقول لك حنا عارفينك انت من اللي غتجي، واخا غتجي مهاجر وغتاخذ اوراق وغتانستالا، انت الجلبه اللي دقيتيها في صغرك عطيتي ديك اللي خمجات لينا هنا الدراع داك الطابع اللي كيعرفوا نبي، كيقول لك غادي تردك هذيك الجلبه، غتردك لبلادك. في حين كيقول لك ان المساحه ديال كندا راه مساحه شاسعه راه لا يتصورها العقل، وهذيك المساحه الشاسعه خاصها بنادم اللي عمرها، وخاص بنادم اللي عمرها على طريقتنا حنا. فبداو ملي تيجيبوا عباد الله وتيوجدوهم وتيقادوهم، بدات تتحط معاهم بشكل تدريجي ما كنسماه كيسينجر القضيه ديال القوه الناعمه، هو انه كلكم مزيانين واموركم مزيان، وتيخرجنا مثلا واحد بحال جوستان ترودو رئيس دوله بوغوس زويل درويش، كيخرج في رمضان كيقول لنا مبروك رمضان، راه المسلمين ما كيخرجوش يقول لنا مبروك رمضان، كيقول لنا مبروك العيد، كيقلب مثلا على الطائفه المسلمه مثلا وكيمشي عندهم يحضر معاهم الفطور وكذا، سميتو نهار ديكريتيو ليهم سيدي العيد الاضحى، نهار العيد الاضحى ياخذوه عطله ما كاينش اشكال، عيد الفطر. واش عرفتي اش كيطرى المسلم في هذيك اللحظه ولا كيفاش كيطرى شي؟ راه كتبدا تبان ليه المفاهيم ديال دار الاسلام ودار الكفر، راه كتبدا شي شويه تقلب ليه في دماغه، لانه هو ما ضابط شغله مزيان. وكتسمعوا بزاف ديك الكلمه ديال راه هذوك هما هذوك هما المسلمين، باقي ناقصهم مع الشهاده وكذا، واخا كتقول ليه صبر الدق جاي، صبر الدق جاي.
ثم بدات القضيه بشويه بشويه تدور. كيقول لك عندك حقوقك كتاخذ شغلك غرامه المشكل ما كاينش، لكن باش تعيش تما بواحد الشكل اللي هو يعني عيش كريم، راه ما تخيلش راسك غادي تعيش العيشه اللي كيعيشوها مثلا الناس اللي في حالك في اوروبا. كاين ديك الهضره ديال اف 2 50 متر كاري نبريكولي وشي شويه الشوفاج سنترال، والله ما كان عامل ديال الشوفاج اللي هو يلا السيد البارح مصيفط لك، انا كنضحكوا شويه على البرد ما البرد، ويصيفط لي الميتيو ديال مونريال، الميتيو ديال مونريال ناقص 26 درجه، 26 درجه تحت الصفر، يعني هذول بغاو يسخنوا كيدخلوا للثلاجه. الثلاجه شحال فيها؟ بلس 4 بلس 5. الثلاجه فيها بلس 4 بلس 5، الزنقه فيها موان 26، انا يبغي يسخن يدخل للثلاجه، هذا هو المنطق. يعني شنو هو نوعيه الشوفاج اللي خصو يكون عندك، نوعيه اللبس اللي تقدر تخرج به، ماشي اي لبس. ما تخيلش راسك، شوفوا الشباب اللي فيكم شي واحد مثلا كي الاصل ديالو من شي منطقه جبليه يطيح فيها الثلج الى اخره، حاول تمشي وانت لابس مثلا جلابه بحال هذه وتقول راه غندير ديك البساله ديال غنلوح فوق من الناس الهام وغنضرب البصاره بالحاره غادي نسخن، ما تفوتش معاك جوج دقائق ديال وانت كتضرب ديك البصاره، حتى راه تبرد لك البصاره في النص. تفهمنا في الاشكال اللي كاين؟ الاشكال اللي كاين هو انه خاصك تخدم بواحد الشكل كبير، يعني غياخذ لك الجهد وغياخذ لك الوقت، غتخدم بواحد الشكل كبير باش تقدر توفر الماديات اللي غتكفيك انك تعيش مزيان، بمعنى ان غيولي عندك هاجس واحد الدولار الكندي، خدم 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 خدم، صرف 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 في نفس الوقت. هذوك وليداتك حنا راه وجدنا لك نعم سيدي واحد المدرسه بواحد المعايير دوليه وداك الشيء زوين وانت فرحان حيت وليداتك كيقراو، وتم جايين القوانين بشكل تدريجي بشويه 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 بشويه، عباد الله فقط من القلبه القطراس هذا بتسن لها القانون على مستوى المدرسه، الى الاب بغى يفرض على ولده، انا كنبدا بزاف من الشباب بزنا الاسره، الى الاب بغى يفرض على ولده انه يقول لي ها ولدي راه هذا اللبس ما كيلبسوش الاولاد، تيلبسوه البنات، فما خصكش تلبس هذا اللبس. الاب بغى يلقى راسه معرض للمساءله، هذا الشيء الا ما جاوش داو ليه الدري من عنده بكل بساطه ياخذوا ليه ولده، لانك انت اب ما كتعرفش تربي. كيفاش ما كتعرفش تربي؟ راه ولدي هذاك، لا ماشي من حقك، لا راه ولدي راه ولد ماشي بنت، ماشي من حقك تقول هكذا. علاش؟ لان المقاربه ديال النوع لابروش كون ابي لابروش ديال لو جونغ الجندر، المقاربه النوع هو انه كيقول لك الدري تيتولد ذكر من حيث جنسه، لكن النوع الاجتماعي ديالو هو اللي خصو يعزلو. يعني هاد اللقطه ديال انا البنات جالسين هنا والولاد جالسين هنا، انساو هاد اللقطه بالنسبه لهم، يعني الذكور جالسين هنا والاناث جالسين هنا، ولكن واش الرجال جالسين هنا والعيالات جالسين هنا؟ هذا موضوع اخر. على حسب، انا كندوي على الطبيعه البشريه، ما عرفتش واش علاش كنضو. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا غير مساله متعلقه بمقاربه النوع فقط، اما مساله ديال ان ولدك تقول ليه راه اللي ماشي مسلم راه كافر، هذا موضوع اخر. انك تولي كتدخل معاه المساله مثلا ديال ان راه هاد العقيده هذه انت كمسلم هاد العقيده هذه راه عقيده الفلانيه راه عقيده فاسده، وهذه عقيده فاسده، والذي ينجيك غدا يوم القيامه، وبدا تهضر لي على الامور الاخره الى اخره، انسى شي حاجه بحال هاد الشكل. نقول لك هذا سي لا مانيبيولاسيون ديال لانفونس، اذا انت اب غير كفء، وغتجي ليكيفالون ديال لاداس اللي كاينه في فرنسا وديال السوسيال اللي كاينه في السويد، كاينه نسيت على سميتها، كاين عندهم في كندا، يجيو يعني بين قوسين ما محتاجينش انهم ما محتاجينش انهم يعللوا لك علاش غيديو لك الدري. ولدك غناخذوه لك لانه واحد جوج ثلاثه اربعه، لا، الى هذيك اللجنه قررت ان انت اب غير كفء وغيتخاذ من عندك الولد، غيتخاذ من عندك الولد. قانونيا شنو كان عندهم في الاول؟ كان عندهم انه حتى الى شي اب تخاذوا من عنده الولاد، يتدفعوا لواحد الاسره اللي غادا تكون من نفس المرجعيه العقديه ديال ديك الاسره، يعني خديناه مثلا من عند اسره مسلمه ندفعوا لاسره مسلمه، خديناه من عند اسره نصرانيه ندفعوا لاسره نصرانيه. اللي كاين دابا هو انه تتخاذ البنت، الواقع دابا الواقع اللي كيحكيو لنا الناس اللي ساكنين تما، كتخاذ البنت البنيته تتخاذ من عند اسره مسلمه
مكونة من رجل ومرأة والوليدات، كتمشي كتقدر تعطى بكل بساطة ما يصطلح عليه بأسرة نوع جديد اللي هي أسرة ديال الشواذ الجنسية كيسموهم المثليين. يعني غتخاد من اون فامي مسلمان وغادا تحط في اون فامي هوموسيكسويل فيها رجل وراجل او لا فيها امراه ومراه، ما يمكنش تخيل جوج راهم مسلمين يعني سوا دو سوا. فاللي ولا عندنا وبين قوسين كاين اللي يقول لك واحد الشيء كتهضرنا انت على كندا، جابنا حنا اهل كندا للمغرب، ملي كيقولوا لهيه ولا الضالين هنا كتقال عندك امين. تقدر تاخذ واحد 5 سنين 6 سنين 10 سنين 15 عام إلا كانت المدافعة شي شوية قوية، لكن غد قال عندك هنا آمين. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.